ذلك بالنسبة للولايات الجنوبية خلال ظهيرة اليوم بحول الله. فقط ولاية تندوف إن شاء الله راح تعرف دائما استمرار تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال ظهيرة اليوم وكذلك خلال ليلة اليوم بحول الله، وفيه ارتفاع في درجات الحرارة القصوى عن المعدل الفصلي فيما يخص المناطق الداخلية الغربية، خاصة على كل من شلف غليزان وسيدي بلعباس ستصل حتى 25 درجة، وهي نفس الأجواء كذلك المرتقبة خلال ظهيرة يوم الغد السبت بحول الله. إذن 24 درجة بسيدي بلعباس خلال ظهيرة اليوم، ستقارب 17 درجة راح نسجلوها ببجاية. فيما يخص سكيكدا حوالي 18 درجة، الرطوبة حوالي 40%، عين تيموشنت في حدود 24 درجة. نلاحظوا أن الولايات الغربية درجات الحرارة مرتفعة مقارنة بالولايات الوسطى وكذلك الشرقية للوطن. بشار في حدود 20 درجة، كذلك من المحتمل يكون في تساقط بعض الأمطار المتفرقة على ولاية بشار، ولن تتعدى كمية الأمطار في حدود 5 ملم محليا. فيما يخص ولاية تندوف 17 درجة على الأغواط، وإن شاء الله فيما يخص إذن لمدية في حدود 19 درجة. إذن استقرار تام في الوضعية الجوية، انعدام تساقط الأمطار، فقط يرتقب خلال يوم الأحد نسجل تساقط بعض الأمطار الخفيفة تماما على تلمسان، سعيدة، معسكر سيدي بلعباس، وهران ومستغانم. كذلك سجلنا خلال شهر فيفري شح في تساقط الأمطار، وكذلك كانت فقط الرياح القوية والتطاير الكثيف للزوابع الرملية سجلناها خلال الأسابيع الماضية. وإن شاء الله على أمل يكون شهر مارس محمل بتساقط أمطار رعدية معتبرة، ولما لا كذلك للثلوج وحتى درجات الحرارة. إذن الدنيا يرتقب أنه إن شاء الله تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله. إذن ستكون دون الصفر فيما يخص المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، خاصة بالنسبة للنعام البيض ومشرية، عين الدفلة، الجلفة، تيارة، باتنا، خنشلة، بسة، قسنطينة وكذلك سطيف. على الولايات الغربية أو المناطق الداخلية الغربية القصوى دائما تبقى مرتفعة إن شاء الله، تصل حتى ل 26 درجة بالنسبة لشلف غليزان، سيدي بلعباس، معسكر وكذلك تلمسان. وسط الصحراء إذن دائما تبقى درجات الحرارة مرتفعة تقارب حوالي 32 درجة، وسبب الارتفاع في درجات الحرارة القصوى فيما يخص المناطق الشمالية هي دائما التيارات الجنوبية الغربية. ونبقى أيضا خلال هذه الفترة نسجل تطاير كثيف للزوابع الرملية. كان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيه يخص أغلب السواحل الغربية بهبوب رياح قوية تصل إلى حوالي 60 كيلومتر في الساعة. البحر سيكون جد مضطرب وعلو الموجات سيقارب المترين، وهذا إلى غاية صبيحة يوم الغد بحول الله، على كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، مستغانم، تنس، أرزيو، وهران وكذلك بني صاف إن شاء الله. وفيما يخص باقي السواحل الوسطى وكذلك الشرقية للوطن، البحر سيكون قليل الاضطراب، هادئ تماما. فيما يخص السواحل الشرقية الرياح ستكون ضعيفة، لن تتعدى 25 كيلومتر في الساعة، بينما ستصل إلى 40 كيلومتر في الساعة للسواحل الوسطى مع رؤية متوسطة. اتجاه الأمواج شرقي إلى شمالي شرقي، وعلو الموجة سيقارب المتر، وهذا على أغلب السواحل الشرقية وكذلك الوسطى للوطن. استقرار تام في الوضعية الجوية، أجواء ربيعية بامتياز مع درجات حرارة مرتفعة فيما يخص المناطق الداخلية الغربية، وهي نفس الوضعية الجوية كذلك المرتقبة إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه توقعات الوضعية الجوية المرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة. أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، والعودة لاستكمال بقية الأخبار مع زهور. شكرا لك هنا على هذه الورقة الجوية. نمر